دينك له هواك، دينك له هواك، الدين ذمة وغيرك الطاهم هواك. الدين مو قصة ترى عمامة وعباة، ولا قضية خطبة بالجمعة وصلاة. الصدر الأول كان باقر، ما عثر بالموت بل عن واعتناه. وإحنا كنا نخاف حتى من الجهال، وكنا نتختل إذا نسمع تعال تعال. كان أتحداك تسكت ما تقل للشرطي ها، ويوقف السجان ويشتم أبوك، وكان أبوك بثورة 20 ما حد قابله. الدين مو قصة ترى عمامة وعباة. الثاني ما بطل صلاته، صلى بس شفنا على راسه، وما عثر بالموت بل عن وعتنا. واحنا كنا نخاف من نقل الجدام، وفات درب الموت بس هو المشاء، وصلى قوة على الحكومة، والحكي الممنوع بس هو الحكاة. وحتى يوم الجمعة ما كانت صلاة، الجمعة شايات وقهاوي، الجمعة كانت شارع البالات وأسواق الصفاة، وفزز الفتوى الغفر ذيك السنين، وصح أجيال وفرايض. آه لا تحرجني وتحكيني. آه ثاني الجمعة صلاة، ثاني الشيعة إله. وهسه جايد قل لي ثائر ليتنا كنا معاه. انت لو ثائر صدق ما دنقيت، لأن من قام الصدر ما حد حماه. وانا لو شاعر صدق ما دنقيت، لأن من طاح الصدر ما حد تنخه وعلى حسه وقوة على الحاكم رثاء. التسكت انت واسكتانا وكلها تسكت اس، لأن من طاح الصدر مثل الحسين ما حد القامه على حيله وفات قوة على الحكومة وشيعها. وكنا محتاجين ثائر، كنا محتاجين شاعر، كنا محتاجين جنازة جنازة. ردنا بس بنادم ان نمشي وراه. وردت الجمعة قهاوي شارع البالات وأسواق الصفاء، شارع البالات أفيون الصلاة. عندنا شاعر باع بالجمعة قميصه ورجع بعد أسبوع بالدين اشتراه. وهسه جايد قل لي ثائر ليتنا كنا معاه. التسكت انت واسكتانا وكلها تسكت اس، كنا موته وكل جناسينا قبل ورقة وفاة. سيدي ومولاي عذرا ان تعجل، لان كلمة ليتنا بس بالنفاق.